قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درس وموعظة من سلوك اليهود يعظ الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ تأذن ربكم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء العذاب. المقصود بهؤلاء هم اليهود، وسبب ذلك أنهم خرجوا عن أوامر ربهم سبحانه وتعالى. من عهد موسى بدأوا يعني يتأرجحون ويشاكسون ويخرجون عن أحكام التوراة، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا عن التوراة، لأنهم يعتبروا كافرين بالتوراة عندما كفروا بما أمرهم التوراة أن يؤمنوا به، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى أعلم، تأذن يعني أعلم إعلاما لأسلاف اليهود. ماذا أعلمهم ربك؟ ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سامه العذاب أي أوقعه في أشد وأشق العذاب، يكلفهم أشد العذاب، يكلفهم الإذلال. بسبب ماذا؟ بسبب فسادهم وإفسادهم. انظروا أيها الإخوة ماذا حل باليهود، واعتبروا أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالة محمد. إنهم لما خرجوا عن أمر الله تبارك وتعالى سلط عليهم بخت نصر، ففرق جمعهم وقتل الكثير منهم، ثم عادوا. ثم عندما بعث رسول الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام كفروا به وسلطوا وأغروا به الرومان حتى يقتلونه، وزعموا أنهم قتلوه ولكن ما قتلوه ولا صلبوه، ولكن شبه لهم. فبسبب فسادهم وقتلهم النبيين بغير الحق، ربنا تبارك وتعالى أعلم، تأذن أي أعلم أنه سيبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقد وقع ذلك فعلا، إن ربك لسريع العقاب. بدأ عقابهم في الدنيا قبل الآخرة. سريع العقاب لمن؟ لمن استحق العقاب. وإنه لغفور رحيم لمن؟ لمن عاد إلى صوابه وتاب وأناب وعاد إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، أي قطع اليهود بني إسرائيل، قطع الله بني إسرائيل اليهود جماعات جماعات في الأرض. انظر يا أخي ماذا حصل فيهم، كما قال القرآن تماما. عندما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس ووقع معه القصص والرهبان الوثيقة التي سلموه فيها مفتاح بيت المقدس، وأعطاهم الأمان، أمان على أموالهم وأرواحهم وكنائسهم، وأنهم لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. ما هي الشروط؟ من الشروط التي كانت في هذه الوثيقة ألا يدخل اليهود إلى فلسطين إذا لم يكونوا في فلسطين. وهذا إعجاز للقرآن. كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن اليهود متفرقون في العالم وأنهم لن يعودوا إلى فلسطين، ثم أخبر القرآن بأنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود؟ ما كان في يهود في فلسطين؟
فيقتلهم المسلمون، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقتلهم المسلمون. وتقول الصخرة أو الشجرة يا مسلم يا عبد الله، يختبئ اليهودي وراء الصخرة أو الشجرة، فتقول الصخرة أو الشجرة يا مسلم يا عبد الله، هذا ورائي يهودي تعالى فاقتله من كثرة فسادهم. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود لا ينطق. أما نطق الجمادات فليس بغريب، الراديو ينطق والتلفزيون ينطق والجمادات كلها تنطق، فإذا أراد الله أن تنطق الحجر والشجر تنطق سبحانه وتعالى عما يشركون. فتقطع اليهود وتفرقوا في الأرض، منهم في إنجلترا ومنهم في روسيا ومنهم في الشرق ومنهم في إفريقيا وإلى آخره. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون أي القائمون على حدود الله وعلى حقوقه وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك أي غير ذلك، مقصرون مبتعدون عن أمر الله، ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم. ثم يقول سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات. بلوناهم أي اختبرناهم، بالحسنات أي بالرخاء في العيش، أعطاهم الله المال الكثير والقوة والعزة وإلى آخره. وبلاهم بالسيئات، اختبرناهم أيضا بالشدائد في العيش والمصائب. من مصائبهم أنهم قتلوا في أوروبا، قتلوهم يزعمون أنهم قتلوا مظلومين، لا، ما عاد أهل أوروبا يتحملون فسادهم، فقتل هتلر بعضهم، ما قتل كثير، هم يزعمون قتل كثير، لا، قتل بعضهم حتى يكفوا فسادهم في الأرض. وكانوا أذلاء كما أخبر الله تبارك وتعالى في أوروبا، كانوا ذليلين. إذا مشى المسيحي ووجد أمامه يهودي يجب على اليهودي أن يفسح الطريق ويضرب رأسه في الأرض، هكذا كانوا أذلة. وبقوا أذلة حتى استطاعوا أن ينفذوا إلى داخل الدين النصراني، وحتى استطاعوا أن يجعلوا أحد باباوات المسيح، وشعوب المسيحية تعرف ذلك، يبرئ اليهود من دم المسيح. يعني ما هن قتلوا، قال قتلوا أجدادهم، بس هذول جماعة طيبين، هذول جماعة أكثر فسادا، هؤلاء اليهود في القرن العشرين أكثر فسادا، ورطوا العالم الغربي كله من أجل أن يأخذوا فلسطين. وكان من حكام هؤلاء الذين تورطوا معهم من نستطيع أن نسميهم الصهاينة، تصهينوا، أي ليسوا يهود إنما هم أذناب لليهود، سيرهم اليهود في خدمتهم. فكل الفساد في الشرق الأوسط وكل القتل والقتال من ورائه اليهود وأذناب اليهود من الحكومات التي تصهينت واتبعت أوامر اليهود بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. والذي لا يصدق أنه بشكل مباشر تسلط على العالم الغربي أو على أمريكا، فلينظر المؤتمرات اليهودية كيف يحضرها زعماء الغرب وزعماء أمريكا، ويخضعون لهم بزعمهم من أجل الانتخابات، ولكن في الحقيقة أنهم خضعوا لهم من أجل مصالحهم فعبدوهم، فهم أذناب لليهود، كما كتب اليهود في كتبهم أنهم شعب الله المختار، وأن غيرهم من الحايين أو الأشخاص الآخرين هم حمير خلقوا لخدمتهم. نعم، هؤلاء المتصهينين جعلوا أنفسهم حميرا لليهود، ولكن سيشعرون بهذا الفساد وستشعر شعوبهم بذلك عند هذا. ربنا يزيد عليهم الشدة ويخلص العالم منهم. يقول سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف، من بعد هؤلاء الذين يعني بلاهم الله بالحسنات والسيئات ليرجعوا إلى الله، ولكن ماذا حصل؟ خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوا التوراة، يأخذون هذا الأدنى يعني الدنيا وشهواتها ومصالحها، فأكلوا الربا واستحلوا ما حرم الله. وماذا يقولون؟ يأخذون هذا الأدنى يعني من أعراض الدنيا ولا يطيعون الله فيما حرم، ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لنا، يعني يصرون على مخالفة أمر الله وأن الله هم شعب الله المختار ليغفر لهم. أيضا هذا ينبغي أن ينتبه المسلمون، الإنسان تزل قدمه من المسلمين ويقع في ذنب فيعرف ذنبه ويعود عن خطئه ويطلب من الله المغفرة يجد الله غفورا رحيما. أما أن يصر على المعصية ثم يقول سيغفر لنا، مش فعلنا محمد دخلنا الجنة، لا، ما راح يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الله. فمن كان يستحل المحرمات لا يغفر له،
إذن اتباع بعض المسلمين لليهود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من قبلكم وزعمهم بأنه سيغفر لهم يغفر لهم إن استغفروا الله وإن علموا أن هذا حرام وعادوا أما إذا أصروا كما قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا أي من المعاصي فهؤلاء الذين لم يصروا يغفر لهم الله فعلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم يؤخذ عليهم في الكتاب ألم يؤخذ عليهم في ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. الحق أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه لأنه رسول الإنسانية جميعا كما مر معنا في نص سابق. ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه أي علموا ما فيه وخالفوه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. إذا كانوا يريدون الدار الآخرة عند الله وأن يغفر الله لهم فينبغي أن يستقيموا على أمر الله الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فيعتمروا بأوامر الله ويجتنبوا نواهيه. ولذلك أيها الإخوة الدرس الذي يعطينا إياه الله من أعمال اليهود نحن قطعنا الله قطعا قطعا الدولة الفلانية والدولة الشرقية والدولة السورية والدولة الغربية والدولة قطعنا الله قطعا عندما خالفنا أمر الله. فإذا عدنا إلى الله عدنا نجتمع على هدف واحد وهو عبادة الله لا عبادة فلان وفلان وكذا من المخلوقات. إذا عدنا إلى الله نعود أمة واحدة نعبد إلها واحدا ونسلك سلوكا واحدا هو الذي نقوله في صلاتنا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.